الله واجد كلكم مواقف دعاء. يعني الأخوة اللي وراء ها الطيب جاي من وراء، تعال يلا نمشي اليوم أم الدنيا ما شاء الله ما أخذ ال... طيب من اللي عنده موقف ثاني حتى بس ما نتعب؟ الأخ اللي لابس شماغ وعقال تعال عشان ننوع بس. الأخ تفضل الله يسلمك تفضل، أو غترة بيضاء وعقال. الإخوان اللي ورا نبغى واحد بعد، اللي ورا في الخلف اللي ماد يده اليمنى ولابس ثوب قف يلا تعال. اللي وقفت في الأخير تعال بعد، والله ما أدري عن صحتك فيه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفني من الدور الطابع من الدور الثاني. لحظة، ابنك سقط من الدور الثاني؟ كان عنده 3 سنين. فكل الناس قالت ممكن يتخلف عقليا او يحصل له كسر او يعمل اي حالة. فاول ما وقع رحت صليت وتعتني لله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. رحت المستشفى عملوا لي اشعاعات وبعدين قالوا لي خدوه ما فيهوش اي حاجة. ما طاب الولد ما شاء الله. قالوا لي ما فيهوش اي حاجة خدوه، لان كل يوم يفطر على فول لا اله الا الله. اقول كيف غريب ما شاء الله. تفضل تفضل الله يسلمك. لا هم يقولون ان العناية احيانا بقوة البدن ما يضره لا قوة الا بالله. مرة واحد كنا بنطلع ثلاجة فوق وحنا 3 ما قدرنا نشيلها، وجبنا اخ يمني خليه يجي يسلم عليه. فجئنا على انه يساعدنا، قال يا اخي روح. قلنا ايش اللي روح؟ قال انا اعطوني بس حبل، اعطينا حبل وشيلها الحالة للدور الثالث. فبعض الناس ما شاء الله يصير يعني عنده قدرات. تفضل يا شيخ. اهلا حبيبي، الاسم الكريم؟ اهلا يا شريف. الله يخلي لك ولدك. انا ترى اخترت بعدك 2 فقط، وانا اشوف واقف 7 هنا. انا ما اخترت الا 2 لان ما بقى الا مصحفان. تفضل الله يحفظ. السلام عليكم. السلام. انا كان معايا اختي كنا عاملين الرابع. برضه طاحت اختك من دور الرابع ولا صار لها شيء اكيد. فكان معايا ابويا وقال خلاص مات، قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. نزلت جيت سليمه صف ثانيه الحمد لله. يعني واحد طاح وردى من الدور الاول مشيناها، اما الدور الرابع يعني صعبه، يبغى لها اجهاد ذهني حتى نصدق. اختك طاحت من الدور الرابع. عطى الميكروفون يا اخي ارحم امك، عطى الميكروفون من الرابع وكمان على سيراميك. الله العظيم مش على تراب. لا على سيراميك وما حصل لهاش حاجه ولا اي حاجه والله العظيم. هذا ايش دخلها؟ وكان عنده 4 سنين. ايش دخلها في الدعاء؟ احد دعا؟ انا بقول لك انا قلت ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. لما جيت ابويا زعق كده وحصل له انهيار عصبي وبتاع، قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. بس دي ما لهاش دخل بالدعاء القصه دي. هلا بالشيخ. الله يخليك. الله يخليك. ان شاء الله هو الشيخ. طيب تعال تعال بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني استغفر الله واتوب اليه. انا بقي معي مصحف واحد، فانا اقترح، انا ما اخترت الا واحد منكم، اقترح يجرى بين الاخوه قرعه، ايش رايكم؟ الاخ من المنظمين تكفى اجري بينهم قرعه. اهلا وسهلا اكرمك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظك. اختك كم عمرها الان؟ 8 سنين. انتبه عاد لا تطيح مره ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا تكلمت عنه ولا عاد تقولها لغيري ترى انكم ما يصدقون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله يسوي لي قرعه بين الاخوه واختر واحد، ما بقي الا مصحف واحد بس. اختار انا الشيخ ماجد.